السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عماد. سوف أقوم كل يوم جمعة من كل أسبوع بطرح سؤال للنقاش فيما بيننا، وأرجو منكم المساهمة في إثراء هذا النقاش. وسوف يكون السؤال الأول لهذا الأسبوع حول موضوع: ما هي الخطوات اللازمة لكي يكون البيض بيض مخصب سواء للكناري أو الحسون؟ وما هي الأخطاء التي يجب علينا الابتعاد عنها؟ أرجو من الإخوة المساهمة في إثراء هذا النقاش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.